طالبت منظمات محلية وأقليمية ودولية رئيس مجلس حقوق الإنسان ورئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعدم التعامل مع ما يسمى بلجنة التحقيق الوطنية بشأن اليمن وإيقاف أي إجراءات بشأن ذلك لعدم شرعيتها وقانونيتها الأممية والوطنية. أكدت المنظمات في رسالة الاعتراض على تشكيل اللجنة والتي سلمها أمين عام مؤسسة البيت القانوني المحامي محمد المسوري إلى مكتب رئيس مجلس حقوق الإنسان، أكدوا ضرورة وحتمية تشكيل لجنة للتحقيقات الدولية للتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبت في اليمن. وصلت اليوم إلى جنيف سويسرا لجنة التحقيقات التي شكلها عبد الرب منصور هادي، والتقت اليوم ببعض الجهات الأممية للتنسيق بشأن الإجراءات التي يجب القيام بها. نحن تقدمنا باعتراض اليوم على هذه اللجنة لأسباب عديدة جدا، أهمها أن من شكلها هو متهم أساسي بارتكاب هذه الجرائم محل التحقيق. هذه اللجنة غير شرعية أمميا ودستوريا وقانونيا. يجب على منظمات المجتمع المدني أن تتحرك باعتراضات متنوعة ومتعددة، بيانات مذكرات وإرسالها إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للتصدي لهذه اللجنة عاجلا. وشكرا. مستمر